مرحبا بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان مع صحافة الغد وأهم الموضوعات اللي بتشغل الرأي العام المصري والمواطن المصري من خلال الصحافة التي تصدر غدا. احنا معانا مجموعة نبدأ بها دائما من عناوين هذه الأخبار. من جريدة اليوم السابع: الحكومة تقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا. ومن جريدة اليوم السابع أيضا: التموين تتيح خدمات إلكترونية جديدة مطلع يوليو. أما من جريدة الشروق: من 21 إلى 25 يونيو صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة. وفي جريدة الأهرام: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3913 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات. برحب بحضراتكم مرة أخرى ونبدأ الآن مع التفاصيل. وزي ما ذكرت معانا الجريدة الأولى، جريدة اليوم السابع، ونطالع فيها: الحكومة تقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا. التفاصيل: عقدت اللجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء، وذلك برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارة المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقا للتطورات للوضع الصحي في البلاد. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تقرر الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، وتمديد حظر التجوال حتى نهاية يونيو من 8 مساء حتى 4 صباحا، واستمرار إغلاق الشواطئ ودراسة فتح دور العبادة بعد 3 أسابيع، وإغلاق المحلات العامة 6 مساء بدلا من 5، ووقف وسائل النقل العام الساعة 8 مساء، والسماح للنوادي بتلقي الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت وفتح كل الأنشطة تدريجيا في ضوء التطورات للموقف الطبي، وانطلاق امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد. حول هذا الخبر الحقيقة الهام معنا الأستاذ حسن أبو خزيم، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أنا برحب بسيادتك يا فندم، وبنتحدث عن الفتح التدريجي في سياق هذا الخبر. حضرتك يا فندم تعليقك إيه؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة دينا، ومساء الخير على السادة المشاهدين. احنا عارفين يعني شعار الدولة المصرية والحكومة المصرية خلال هذه الفترة يعني هو سلامة المواطنين أولا، بغض النظر عن الخسائر المادية اللي هي بتتكبدها الدولة المصرية. ولذلك جاء يعني قرارات رئيس مجلس الوزراء أو لجنة إدارة الأزمة اليوم اللي هو هيتم تطبيقها بداية من يوم الأحد المقبل 14 من هذا الشهر وحتى نهاية هذا الشهر، هو أن يكون زي ما حضرتك تفضلتي عمليات حظر يعني حركة المواطنين بداية من 8 مساء وحتى 4 صباح اليوم الثاني، طبعا مع وقف حركة يعني جميع وسائل النقل يعني بداية من 8 مساء، كذلك إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والنوادي وما ذلك. ولكن في موضوع يعني لكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة بتخفيض أعداد العاملين فيه طبعا حسب ظروف العمل. كان من ضمن القرارات الأخرى هو السماح للأندية الرياضية ببدء تلقي الاشتراكات طبعا ورفع كفاءة المنشآت داخل هذه الأندية بداية من منتصف هذا الشهر اللي هو طبعا بداية من يوم الاثنين المقبل، طبعا مع إغلاق عمل يعني أو مد عمل المحلات التجارية والمولات لمدة ساعة، يعني إن هي بتقفل الساعة 6 مساء بدلا ما يعني 5 مساء، طبعا مع استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية هذا الشهر. ويمكن السادة المشاهدين كانوا بيستفسروا عن موضوع فتح دور العبادة. قرار لجنة يعني إدارة الأزمة يعني قرر فتح دور العبادة أول يوليو
المقبل في المحافظات اللي هي بتعتبر الأقل إصابة بالنسبة لموضوع فيروس كورونا، ولكن هذا الأمر طبعا مشروط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وحرص المواطنين على اتخاذ هذه الإجراءات مع تقييم الموقف أول بأول، ده شيء مهم جدا. كذلك بالنسبة لموضوع السياحة، يعني حركة السياحة الوافدة هتبدأ إن شاء الله بداية من الشهر المقبل في حركة السياحة الوافدة والطيران في المحافظات اللي هي أقل إصابة كذلك. نعم. بالنسبة لفيروس كورونا، وحددت اللجنة عدد المحافظات اللي هو يبدأ بها طبعا حركة السياحة والطيران، منها طبعا محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر وكذلك محافظة مطروح، ولكن تم التأكيد على عقد امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها إن شاء الله اللي هيبدأ يوم 21 من هذا الشهر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. طبعا القرارات، يعني كان هناك قرارات بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجمعية العامة والخاصة، وكذلك حتى في التردد على يعني المنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وكل من يا فندم. يعني ده بيصب في مصلحة المواطن، هو ليس يعني الا ان هو بيصب في مصلحه المواطن في النهايه. صح، في من النواحي الصحيه. طب انا عايزه اذكر لحضرتك حاجه، زي ما احنا قلنا ان الحياه الطبيعيه ان يتم الفتح التدريجي اللي احنا اشرنا اليه، ولكن لابد ان يكون هناك دور توعوي ايضا مع هذا الفتح التدريجي. يعني الناس المواطنين، مش نقول ان احنا ابتدينا نفتح تدريجيا فخلاص، لا، ده احنا بالعكس، ده المفروض الاجراءات من قبل المواطنين تبقى اكتر في هذه المرحلة. ده سؤال مهم جدا، يعني من حضرتك استاذه دينا، وهو ده توجه الدوله المصريه والحكومه المصريه. اذا كانت الدوله المصريه بتفتح فتح تدريج، ولكن مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه بالنسبه للمواطنين، ويمكن بدانا هذه المداخله الهاتفيه ان شعار الدوله المصريه هو سلامه المواطنين اولا، اي ان الدوله المصريه حريصه كل الحرص على المواطن، ولكن مع حرص الدوله المصريه ومع كل هذه الاجراءات علينا نحن كمواطنين لابد ان نتبع التعليمات الصحيه، نتبع القرارات وما الى ذلك، بغض النظر عن يعني الغرامات ويعني فيما قررته طبعا مخالفه هذه القرارات، لان هدف الدوله المصريه هو الحفاظ على سلامه وصحه المواطنين، وعلينا نحن كمواطنين لابد ان نحن نساعد الدوله المصريه مع عمليات الفتح التدريجي، من طبعا اتخاذ كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه وارتداء الكمامه، على اساس ان الكمامه يعني اصبحت اسلوب حياه خلال هذه الفتره. لابد من خروج المواطن بالنسبه للاعمال، بالنسبه للشوارع، بالنسبه لي يعني التردد على البنوك والمصالح الحكوميه والخاصه كذلك، حتى بالنسبه في المصانع والشركات، واحنا شايفين الزيارات التي تتم على مواقع العمل بتاكد على هذا نهج الدوله المصريه والحكومه المصريه بارتداء الكمامه، حتى يعني عمليه الوقايه وما الى ذلك، اي ان احنا نساعد بعضنا البعض حتى بالفعل. استاذ حسن، زي ما حضرتك قلت كده، يعني هو اسلوب حياه المفروض يتبع، لأن بعد كورونا ليس كان قبل كورونا في كل اتجاهات ومناحي الحياة. أستاذ حسن أبو خزيم، الكاتب الصحفي ومتخصص في شؤون مجلس الوزراء، أنا بشكرك يا فندم على هذا التحليل. معانا جريدة الشروق. الصحة بتنفي وجود 600 ألف متبرع بالبلازما من المتعافين. نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان التصريحات المنسوبة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن وجود 600 ألف متبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وقال مجاهد لجريدة الشروق إن الوزيرة لم تدلي بهذا التصريح ولا أي من قيادات الوزارة، وإن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن لا يتجاوز 50 متبرع، لافتا إلى مواجهة الوزارة في الوقت الحالي عدد ضخم من الأخبار المضروبة، مطالبا جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار، وهي الموقع الرسمي لوزارة الصحة وصفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك. من ناحية أخرى، حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الأدوية المضادة للتجلط والإسبرين للوقاية
أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد. الحقيقة موضوع البلازما ده بالنسبة لل يعني متبرع البلازما من للمتعافين ده شيء غاية في الأهمية، وبالفعل هو مش زي ما أصدرت وزارة الصحة، هو لم يتجاوز 50 متبرع، وعلى فكرة في شروط، يعني مش أي شخص يكون جاله كورونا وتعافى منها بيروح، لا في شروط كثيرة وضوابط قرراتها وزارة الصحة طبعا لسلامة المواطنين اللي بياخدوا التبرع بالبلازما. وأيضا الحقيقة في الأسواق أو في الصيدليات احنا بنلاقي فيها عقاقير كانت موجودة يعني بشكل طبيعي، تهافت الناس عليها طبعا خلاها عملت أزمة في الوقت الحالي. وزي ما قلنا إن في بتبقى في خطورة إن احنا نستخدم هذه الأدوية، يعني زي ما بنقول بالعامية عمال على بطال. طيب احنا دلوقتي هنتجه لجريدة الأهرام، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3913 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات. وصلت وزارة الداخلية تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية الخاصة والبنوك، جميع وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الوقائية. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة على اتخاذ الإجراءات القانونية قبيل 3913 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجرى استمرار تلك الحملات حرصا على سلامة المواطنين. الحقيقة يعني زي ما احنا قلنا ان لازم نعي في هذه الفترة خطورة المرحلة، احنا يعني احنا مش بنصعبها على حد، او هذا او لبس الكمامات في هذا الوقت ده عقاب، لا ده حاجه ضروريه، والمواطن المصري لابد ان يكون شريك فيها. الدوله لوحدها مش هينفع انها تتخذ كل الاجراءات، المواطن شريك اساسي في هذه العمليه، فارتداء الكمامه شيء غايه في الاهميه، ويا ريت بعد كده يبقى نهج حياه يبقى متبع على طول في مصر. طيب احنا هنتجه مره اخرى لجريده اليوم السابع، التموين تتيح خدمات الكترونيه جديده مطلع يوليو. كشف الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه عن تاديه جميع الخدمات لاصحاب البطاقات التموينيه بمكاتب التموين بشكل كامل اعتبارا من اول يوليو المقبل، مع اتاحتها ايضا على موقع دعم مصر، وذلك لمنع تكدس المواطنين امام المكاتب كاجراء احترازي للوقايه من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها تغيير صرف المقررات التموينيه من محافظه لاخرى وفقا لمحل اقامه صاحب البطاقه، وكذلك استخراج بطاقه الفصل الاجتماعي، وايضا استخراج بطاقات تموين جديده للفئات الاولى بالرعايه ومحدود الدخل والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامه، لافتا الى انه سيتم بشكل تجريبي اتاحه العديد من الخدمات الكترونيا على موقع دعم مصر منتصف الشهر الجاري، لتكون متاحه بشكل نهائي اول يوليو المقبل، حيث انه مع بدايه ازمه كورونا اقتصرت الخدمات على استخراج بطاقات بدل تالف أو بطاقات بدل فاقد نظرا للظروف الحالية، ولكن سيتم إعادة جميع الخدمات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للرقابة من فيروس كورونا المستجد. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إتاحة خدمة استخراج بطاقة التموين بدل الفاقد أو التالف أو أي خدمات أخرى إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين لمن لديه رقم محمول باسمه ومسجل على الموقع، وإن ذلك يتم للتأكد من أن الذي يقوم بالخدمة إلكترونيا هو صاحب البطاقة نفسه، لأن في حالة ضياع البطاقة من صاحبها يستطيع أي شخص الدخول على موقع التسجيل طلب بدل فاقد، مما يجعل البطاقة الأولى تتعرض للتوقف، ولذلك حرصت الوزارة على تقديم هذه الخدمة لمن له رقم محمول ومسجل باسمه. طيب احنا الحقيقة الخبر ده غاية في الأهمية بالنسبة طبعا من حتة العمالة غير المنتظمة، ومعنا أستاذ إبراهيم عامر نائب رئيس تحرير الأخبار ومتخصص في شؤون التموين. يا فندم، يعني التموين تتيح الخدمة الإلكترونية الجديدة مطلع يوليو اللي هي المرحلة الثانية للعمالة غير المنتظمة في على موقع دعم مصر، حضرتك رأيك إيه؟ خاصة إن لابد من الدخول ويكون بشكل منتظم حتى لا يتم مثلا استخدام حد يستخدم
اسم حد تاني زي ما احنا ذكرنا في الخبر يا فندم. اتفضل. اهلا بيك يا فندم، اهلا بالساده المشاهدين. هو طبعا بالنسبه لطبعا لبطاقه التموين طبعا تعتبر من اهم الاشياء للمواطن المصري طبعا، لان احنا عندنا المقيدين على بطاقات تموين حوالي 70 مليون مواطن مقيدين عن بطاقات تموينيه، ومقيدين على 25 مليون بطاقه تموينيه، فطبعا بالنسبه كبيره طبعا وشريحه كبيره طبعا من المصريين. طبعا بالنسبه لوزاره التموين في اطار طبعا الاجراءات الاحترازيه التي تقوم بها لحد ولمواجهه فيروس كورونا، فان طبعا قررت انها لتخفيف الاعباء عن المواطنين والتيسير عليهم المستفيدين من البطاقات التموينيه، ان هي بدات طبعا هتبدا من منتصف يونيو الحالي، وسيتم تعميم التجربه من اول يونيو القادم لتقديم كافه الخدمات الخاصه بالبطاقات التموينيه الالكترونيه، سواء بالنسبه لبطاقه البدل الفاقد او البدل التالف او الفصل الاجتماعي او بالنسبه للبطاقات التموينيه الجديده لبعض المستفيدين من الارامل والمطلقات واصحاب المستفيدين من معاشات التضامن الاجتماعي وتكافل الغرامه، وبالنسبه طبعا لذوي الاحتياجات الخاصه. فطبعا ان ازاي يستفيد المواطن بهذه الخدمات، انه طبعا من خلال ان طبعا طبيعا جميع المصريين او نسبه كبيره منهم دلوقتي لديهم خط تليفون محمول على احدى الشركات، لانه من خلال الخط الخاص بالمواطن يستطيع ان هو يتقدم بطلب الخدمه من خلال الموقع الالكتروني دعم مصر، وان هو مثلا يخش على الموقع من خلال شبكه الانترنت ويخش على الموقع، طبعا هتظهر عنده بدائل خاصه بالخدمه اللي يحتاجها. طب في حاله ضياع البطاقه يعمل ايه المواطن؟ طبعا بالنسبه في حاله ضياع البطاقه طبعا عليه اول اجراء يقوم به انه يتوجه لقسم الشرطه او مركز الشرطه التابع ليه بانه يقوم بعمل محضر بضياع البطاقه. ايه الهدف من المحضر دوت؟ ان طبعا اول ما يقوم بعمل محضر سيتم تسجيل رقم البطاقه على السيستم الخاص بالبطاقات التموينيه، سيتم ايقاف البطاقه المفقوده فورا، لانه طبعا البطاقه في حاله ضياعها ممكن اي مواطن او اي حد يستفيد بيها في صرف الخبز من المخبز، لان طبعا صرف الخبز من المخبز لا يحتاج الى الرقم السري، فممكن من خلال بطاقه يتوجه وياخد الخبز اللي عاوزه ويستحق الدعم الخاص بالمواطن صاحب البطاقه. فاول اجراء بيقوم به المواطن يذهب لمركز الشرطه او قسم الشرطه التابع ليه، بيقوم بعمل محضر وبيقوم بتسجيل المحضر على الموقع الالكتروني الخاص بوضع مصر، تسجيل صوره المحضر. نعم، استاذ ابراهيم عامر نائب رئيس تحرير الاخبار متخصص في شؤون التموين، شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك، وعذرا على رداءة الصوت من المنبع. طيب احنا هنتجه لجريده الشروق من 21 الى 25 يونيو، صرف الدفعه الثانيه من منحه العماله غير المنتظمه. قررت اللجنه الوزاريه المشكله لرعايه العماله غير المنتظمه المتضرره من فيروس كورونا صرف الدفعه الثانيه لهذه الفئه من المنحه الرئاسيه التي قررها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرها 500 جنيه بدءا من 21 الى 25 يونيو الجاري من ماكينات الصرف بموجب الكارت الاي تي ام مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعه الاولى، مع التاكد من وصول رساله نصيه على تليفون الشخص المستحق. واتفقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بحضور وزير القوى العاملة محمد صعفان والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا. ونوهت بأنه سوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف ب 48 ساعة، ذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين. وقد لفت وزير القوى العاملة محمد صعفان إلى أنه من المقرر أن يقوم في المرحلة الثانية
1,600,000 و216 عامل بصرف ما يزيد عن 800 مليون جنيه. وأشار صعفان إلى أن صرف المرحلة الأولى من المنحة أثبتت بالتجربة أن الدولة قوية وترعى أبنائها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن. زي ما قلنا يعني الحقيقة إجراءات على كافة الأصعدة اتخذتها الدولة المصرية مع ظهور هذه الجائحة، والحقيقة يعني زي ما قلنا كمان الحياة هتعود تدريجيا، وإن شاء الله العمالة المنتظمة هترجع للعمل قريبا بمشيئة الرحمن. طيب هنتجه لجريدة الأهرام بعد قرار النائب العام وداعا للبناء المخالف. الحقيقة من الظواهر التي طرأت علينا خلال البناء المخالف العشر سنوات الماضية هي البناء العشوائي المخالف، والتي استشرت بشكل مخيف وبشع، وقد تسبب ذلك في تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. لذا كان لابد من موقف حازم وحازم للضرب بيد الحديد على ضعاف النفوس الذين استغلوا فترات الانفلات الأمني خلال 25 من يناير 2011 وإقامة المباني العشوائية المخالفة، والتي وصل عددها إلى 3,240,000 مبنى مخالف. وجاء قرار النائب العام ليوقف مسلسل البناء العشوائي المخالف للحفاظ على المظهر الحضاري وتحويل كل من إدانته في البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة للمحاكمة الجنائية العاجلة وإحصاء تلك الجرائم وتحليلها ورصد أبعادها ومتابعة الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة ومن خلال غرفة عمليات مشكلة. تحية للنائب العام على هذه الحقيقة القرارات اللي احنا الحقيقة كنا مستنيينها من زمان. طيب بهذا الخبر نكون قد وصلنا إياكم إلى ختام صحافة الغد. دايما بيبقى فيه فريق عمل آخر، وبكرة إن شاء الله تلتقون صحافة الغد وفريق عمل جديد.